اجري بسرعة يا حيوانات الغابة، في اعصار جاي علينا، اجري بسرعة. احنا لازم ندور على اي مكان تاني نعيش فيه، هنا ما بقاش فيه اكل ولا حتى مية. تعالوا نعيش في القرية دي، شكلها جميل قوي وفيها خير كتير جدا. انتوا رايحين فين يا حيوانات؟ احنا هنيجي نعيش معاك هنا يا ملك الغابة، الغابة بتاعتنا اتدمرت وحصل فيها اعصار ومش عارفين نروح فين. انا موافق ان انتوا تيجوا تعيشوا هنا معانا، لكن هتقعدوا في الارض الغربيه وما تتحركوش منها ابدا. انت بتعملي ايه هنا يا غزاله؟ ملك الغابه امرنا نيجي نعيش هنا معاكم. بس انا احلى منك بكتير وانت وحشه خالص. مش مشكله، من فينا هو اللي احلى، المهم ان احنا نعيش مع بعض بسلام. انت كمان بتتجاهلي الكلام بتاعي. طب خدي خدي. الله، الارنب اللي هناك ده شكله لذيذ قوي، انا هروح اهجم عليه وهاكله. ابعد من هنا يا نمر، الارنب ده بتاعي انا. لا ده بتاعي انا، وانا اللي هاكله، انا اللي هجمت عليه وقتلته. انت بتتحضاني يا نمر يا غريب. طب انا هوريك. ملك الغابة، الأغراب اللي انت جبتهم عندنا هنا بيتهجموا علينا وعايزين ياكلونا ويمشونا من الأرض. ازاي؟ وانا اللي أمنتهم يجوا يعيشوا معانا هنا؟ طيب انا همشيهم من هنا خالص. ايوه يا أسد، دول عايزين يمشوا من هنا، حتى الغزالة اللي هناك دي مغرورة قوي. يلا اخرجوا برا، محدش يقعد في الارض بتاعتنا. احنا عملنا ايه يا ملك الغابة؟ دي الغابة بتاعتنا واحنا حرين نقعد فيها اللي احنا عاوزينه. يلا برا، اخرجوا برا. ارحمنا يا ملك الغابة، ارحمنا ارجوك، احنا ملناش مكان تاني غير هنا. انا بقولك اخرجوا برا، لو ما خرجتوش انا هقتلكوا كلكوا. احنا جعانين قوي يا زعيم، يا ترى هناكل ايه؟ تعالوا ورايا، في غابه قريبه من هنا فيها حيوانات كتير قوي، هناكل لما نشبع. انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ احنا جعانين قوي وعاوزين ناكل، سيب لنا كام بقره على كام غزاله ناكلهم واحنا نمشي من هنا. انا هنا بحميهم وبحرسهم، اخرجوا برا الغابه بتاعتنا. طبعا مش هنخرج، بس كده هناكلك انت يا اسد الاول. الاسد ده كان طعمه لذيذ قوي، يلا بينا نروح نكمل على بقيه حيوانات الغابه وناكلهم. شكرا ليك يا ملك الغابة، من النهاردة انت الملك والحامي بتاعنا. خلصت حكايتنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لقناة ميرا كيدز. باي.